بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع الدرس الثالث في جزء الموجات والخاص بانتشار موجة ضوئية. إذن غنبدأ أول حاجة بإبراز الطبيعة الموجية للضوء. هذا الإبراز للطبيعة الموجية يتم عبر ظاهرة حيود الضوء. من فهاد الحيود عندنا جهاز التجربة ديالو، عندنا فيها جهاز لازر يبعث حزمة رقيقة من ضوء حادي اللون، وهناك حاجز به فتحة رأسية، وشاشة تبعد واحد المسافة دي عن الحاجز. كنلاحظو هنايا أهداب مضيئة أو أهداب لامعة وأهداب داكنة أو أهداب اللي هي مظلمة. ينتقل الضوء من نقطة إلى أخرى في وسط الانتشار وفق خطوط مستقيمية، سواء كان هذا الوسط فراغا أو وسطا ماديا. عند وصوله إلى حاجز ذي فتحة عرضها صغير جدا، يتغير اتجاه الأشعة الضوئية بحيث يمكن الوصول إلى أماكن توجد خلف الحاجز، دونك الأماكن اللي تمت إضاءتها بعد الحاجز من المفروض أنه الأشعة الضوئية ما توصل لهاش، المفروض أن أشعة اللازر اختار الفتحة وأعطينا فقط بقعة واحدة في الوسط هنا، لكن عندما نشاهد عدة بقع يعني أن هناك تغير في اتجاه انتشار الموجة، ويمكن القول أن الفتحة تصرفت كمنبع جديد للموجة الضوئية. وفي هذه الحالة نقول أن الضوء خضع ظاهرة الحيود، والظاهرة هذه الملاحظة تحصل فيها على بقع ذات إضاءات قصوية تسمى أهداب لامعة، وتتوسطها بقع أو أهداب داكنة. دونك هنا على العموم هذو من الأشكال المختلفة ممكن نحصل عليهم بظاهرة الحيود، سواء بفتحة رأسية أو ثقب دائري أو ثقب مربع. كما كتلاحظوا في جميع الحالات هناك إعادة لانتشار الموجة خلف الحاجز. إذن كما هو الشأن بالنسبة لحيود موجة ميكانيكية، يتم حيود الضوء الشيء الذي يثبت أن الضوء طبيعة موجية، أي أن الضوء عبارة عن موجة. وقد أثبت العلماء أيضا أن الضوء موجة كهرومغناطيسية، أي هي نتيجة لانتشار مجالين، مجال كهروساكن ومجال مغناطيسي في جميع الاتجاهات، كما أنها موجة مستعرضة وتنتشر في الأوساط الشفافة المادية وغير المادي. نجد دابا خصائص الموجة الضوئية. نبدأ أول حاجة بالموجة الضوئية أو حادية اللون. نسمي ضوء حادي اللون كل ضوء لا يتبدد بعد اجتيازه لمنشور، ونقرن كل ضوء حادي اللون بموجة متوالية جيبية. هذه الموجة الجيبية تتميز بالتردد نيو بحال كما شفنا بالنسبة للموجات الدورية في الدرس السابق. التردد والدور يفرضهما المنبع. سرعة في تتعلق بوسط الانتشار. أما لدينا الضوء الأبيض فهو يتبدد بعد اجتيازه لمنشور. التبدد غنرجع إليه في واحد الفقرة خاصة في هذا الدرس. يدل أن الضوء الأبيض هو ضوء متعدد الألوان، لأن الضوء حادي اللون يحتوي فقط على لون واحد، أي تردد واحد فقط. بالنسبة لسرعة انتشار الضوء، كاين سرعة انتشار الضوء في الفراغ هي أقصى قيمة ديال السرعة ممكن نحصلو عليها، لأن تنتشر الموجات الضوئية في الفراغ بسرعة تساوي تقريبا 3.8 متر بار سكوند، بينما انتقلنا من الفراغ إلى وسط مادي آخر فالسرعة سوف تقل بطبيعة الحال. إذا تنتشر الموجات الضوئية في وسط مادي بسرعة في أقل من سي، وهنا كنعرفو واحد المعامل كيتسمى معامل الانكسار لوسط شفاف، كنعرفو بهاد العلاقة هذه هي معامل الانكسار، وخارج قسمة سرعة انتشار الضوء في الفراغ مقسوم على سرعة انتشار الضوء في الوسط، وهذا المعامل الانكسار فهو بقدر بدون وحدة ودائما أكبر أو يساوي واحد، لأن أقصى قيمة السرعة ممكن نوصلو لها أو المهم ميمكنش نتجاوزوها هي سرعة انتشار الضوء في الفراغ. التردد وطول الموجة. إذا بالنسبة للتردد تتميز الموجة الضوئية لحادية اللون بترددها الذي لا يتعلق بوسط الانتشار،
ولا يتغير انتقالا من وسط شفاف إلى آخر، بمعنى التردد هو المقدار الوحيد الذي لا يتغير عند انتقال من وسط ما إلى وسط آخر، لأن التردد يتم تحديده أو فرضه من طرف المنبع. طول الموجة، دونك تعبير طول الموجة لوندا زيرو لموجة أحادية اللون في الفراغ، دونك ديما فاش نديرو ديك لوندا زيرو داك الرمز زيرو تقصدو به طول الموجة في الفراغ. إذا السرعة اللي غنخدمو هي سرعة نشاط الضوء في الفراغ، دونك لوندا زيرو هي السي في تي الدور أو السي على نيول هي التردد. طبيعة الحال إذا زدنا من الفراغ إلى وسط آخر الرمز غنديرو فيه فقط غير لوندا وغيساوي في في تي، دونك بلاصة سي كاينة في بلاصة لوندا زيرو كاينة لوندا. ولاحظتو أن التردد خلينا بنفس الرمز لأن التردد لا يتغير. الآن نمر إلى مجال الموجات الضوئية. بما أن الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية فاعرفوا بأنه مجال الموجات الكهرومغناطيسية فهو مجال شاسع في عدة مجالات. مجال الموجات الضوئية يدخل ضمن هذه المجالات. إن عين إنسان حساسة للموجات الضوئية ذات أطول موجات تنتمي لمجال محصور فقط بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. طبيعة الحال جوج قيم هادو فهي لطول الموجة في الفراغ. نسمي المجال المرئي وتحده الأشعة فوق بنفسجية أول شعاع نتلقاو به اللي هو عنده 400 نانومتر وتنتهي بالأشعة الحمراء اللي هي تحت الحمراء عفوا اللي هي فوق من 800 نانومتر. كما كتلاحظوا مجال الموجات الكهرومغناطيسية فهو مجال شاسع. أشعة جاما مثلا، أشعة إكس، أشعة فوق بنفسجية، موجات مرئية ضوئية، أشعة تحت الحمراء، الموجة القصيرة، موجة الراديو إلى غير ذلك. فقط المجال اللي هنايا ما بين 400 و 800 نانومتر هو المجال اللي تستطيع عين الإنسان أنها تشوفه في أنه المجال المرئي. دونك مزيان عقلوا جوج قيام 400 و 800 نانومتر، وطبيعة الحال هادو أطول الموجات في الفراغ. إذا نمر دابا لحيود الموجة أحادية اللون بوسط الشق. نظرو أول حاجة لمميزات حيود الموجة الضوئية. إلى عودة تجربة ديال الحيود وقمنا بتغيير عرض الفتحة، تلاحظوا أنه مع زيادة في صغر عرض الشق هناك زيادة في عرض البقعة المركزية. يعني فاش كنزيدو الصغر ديالها يعني كنصغرو عرض الشق تصغر مع كتكبر معها عرض البقعة المركزية. بالنسبة لطول الموجة إلا غيرنا طول الموجة يعني فاش كنصغرو طول الموجة كتصغر مع عرض البقعة المركزية، وبالتالي العاملين اللي نهضرو عليهم هنايا هما عرض الشق وطول الموجة. بحيث تكون عرض البقعة المركزية أكبر كلما كان عرض الشق أصغر وكلما كان طول الموجة الضوء المستعمل أكبر. أي هناك تناسب عكسي مع أ وتناسب اضطرادي مع لوندا. إذا الفرق الزاوي، الفرق الزاوي هو الزاوية المكونة بين منتصف البقعة المركزية ومنتصف هذه البقعة المظلمة اللي كاينة هنايا. كما كتلاحظوا هذا هو فرق الزاوي تيتا. الفرق الزاوي ممكن نحصلو عليه هندسيا انطلاقا من الشكل. إذا خلال حيود موجة ضوئية أحادية اللون طول موجتها لوندا بواسطة شق عرض أ يكون الفرق الزاوي تيتا بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة هو تيتا كتساوي إل على دو تي. هاد العلاقة هادي جبناها هندسيا انطلاقا من طونجونت. طونجونت هو المقابل اللي هو إل على جوج مقسوم على المحاذي اللي هو تي. فاش يكون عندنا زوايا صغيرة صغيرة جدا كيكون طونجون تيتا يساوي تقريبا قيمة تيتا، وبالتالي تيتا كتساوي ال على دو تي. العلاقة الثانية هي علاقة تجريبية، يعني فاش كنرسمو تغير تيتا جهة واحدة ل أ كنحصلو على دالة خطية. الدالة الخطية المعامل الموجي ديالها كنلقاو دائما يساوي قيمة طول موجة الشعاع المستعمل في التجربة، وبالتالي العلاقة الثانية الفرق الزاوي هي تيتا كتساوي لوندا على أ.
مر الآن لتبدد الموجات الضوئية بواسطة المنشور. إذا المنشور كتعريف هو سطح شفاف محدود بوجهين مستويين يتقاطعان حسب مستقيم يسمى حرف المنشور. هنا حرف المنشور، وهناك تكون واحد الزاوية كتسمى زاوية المنشور. إذا نسمي الدائرة تمكن من فصل الإشاعات ذات الألوان المختلفة بتبدد الضوء أو تبدد الضوء الأبيض. كتلاحظو كيدخل شعاع أبيض وتخرجو أشعة اللي هي منفصلة. إذا باش نفسرو تبدد الضوء الأبيض وسط المنشور، نحتاجو لعلاقات مميزة للمنشور ليكون N معامل انكسار الوسط المكون للمنشور، ونعتبر N تساوي واحد معامل انكسار الهواء. دونك هنا كيجي الشعاع أحمر مثلا، كيجي الشعاع على هاد النقطة إي فينكسر، لأن تبدا من وسط واحد إلى وسط الثاني، غيكون هناك انكسار بسبب تغير في سرعة الضوء. ومن بعد فاش كنبغي نخرجو من زجاج المنشور، دونك غندوزو من وسط إلى وسط آخر، دونك هناك انكسار تاني في النقطة إي بخيم. العلاقة اللي تربط هاد الزوايا، إلا شفنا في النقطة إي حسب قانون ديكات الانكسار، غنلقاو سينوس إي تساوي إن سينوس آر. طبعا هنا كتكون إن سينوس إن ديال الهواء في سينوس إي مع إن ديال الهواء كتساوي واحد، إذا تبقى لنا سينوس إي كتساوي إن سينوس آر. من بعد هاد آر هادي عندها علاقة بآر بخيم، والزاوية أ هي أ كتساوي آر زائد آر بخيم. من بعد آر بخيم و إي بخيم عندهم علاقة في النقطة إي بخيم ب اللي هي قانون ديكارت الإنكسار، إن سينوس آر بخيم كتساوي سينوس إي بخيم. ومن بعد باش نلقى الزاوية دي فهي كتساوي إي زائد إي بريم ناقص أ. بالنسبة للعلاقات ديال السينوس فهي علاقات جبناهم من قانون ديكارت للإنكسار، وبالنسبة للعلاقة ديال الأ و ديال دي فهي علاقات جبناها من الشكل الهندسي، دوك علاقات هندسية. كيفاش بغينا نفسرو دابا مثلا الضوء يدخل أبيض وتخرج لنا إشاعات مختلفة؟ إذا تعني ظاهرة تبدد الضوء. بما أن المنشور وسط مبدد فإن سرعة اللون مثلا اللون الأ اللي عنده تردد ني أ تخالف سرعة اللون بي اللي عنده تردد ني بي. إذا عندنا سرعتين مثلا مختلفتين، السرعة ديال أ أصغر من السرعة ديال بي، كاين أن معامل انكسار ديال أ أكبر من معامل انكسار ديال بي، وبالتالي آر و آر بريم و إي بريم و دي غنلقاهم مختلفين. إذا الشعاعين أ و بي ما عندهمش نفس الاتجاه النهائي، إذا عندهم زاويتين انحراف مختلفتين. إذا في الشاشة غنلاحظو كل شعاع سيصل في نقطة مختلفة. إذا ما أن سرعة الموجة الضوئية داخل المنشور تتعلق بترددها، المنشور وسط مبدد للموجات الضوئية. داكشي علاش سمينا الظاهرة بتبدد الضوء. شكرا على انتباهكم.